الحمد لله. أول جولة في البطولة ماتش تريز امبورتون، ثرو بوان تريز امبورتون باش تدخل بهم في الشامبيون كيما يلزم. الحمد لله معناتها اليوم جبنا ثرو بوان، لكن كانوا بصعوبة كبيرة سيرتو بعد الهدف اللي قبلناه في الشوط الأول. كنا شادين برشا اللعب، لكن قبلنا هدف عن طريق عفوة، لكن الحمد لله قعدنا بيان كونسونتري لآخر الماتش. الحمد لله معناتها تجاوز فينا دياز بلي شونجمون اللي عملهم المدرب. الحمد لله لو بلوز امبورتون توا جبنا ثرو بوان اللي إن شاء الله يخلونا نخدموا في كونفيونس توا الماتش بنزرت باش يكون هو زاد معناتها ماتش مهم برشا لينا احنا، أكدوا الاستفاقة نتاعنا إن شاء الله، وإن شاء الله ربي يجيبنا في الصواب إن شاء الله.